لك يا عبد الله الحربي، تاريخ اليوم 27/6 يوم الثلوث، أمطار وبردية تاريخية خميس مفير. أجمل تحية اليوم من قرى مركز طلب شمال غرب مدينة أبها، والتي شهدت تساقط أمطار كثيفة. مركز ضبب التابع لمنطقة عسير، باقي المطر هناك ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذه الضيافة، حي الضيافة خميس مشيت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كامل فلوس. الثلاثاء الموافق 27/6/1442، تصوير أخوكم علي الشريف. هذه جهة الضياف. الله يا رب. اليوم مصحوب بكميات من البرد، كما تشاهدون أدت إلى تعطيل حركة السير. الشيء الجميل اللي هو تواجد الجهات الأمنية لمتابعة الحالة المطرية.
عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. رضية خميس مشيط اليوم. اللهم لك الحمد نسأل الله أن يبارك هذه الرحمة ويحفظ لنا قيادتنا ووطننا ورجال أمننا يا رب العالمين. اهلا حيا مرحب الله بالسعاده.